متواصلين أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقات هذا الصباح، نتابع وإياكم هذا الشوط، هو شوط إنتاج قطر والشوط الأول الرئيسي هنا لهذا الإنتاج. نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط وانطلاقة شوطنا السادس المخصص للقعدان وإنتاج قطر. نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط ونتابع المقدمة والصدارة هناك مع المركز الأول، ومع الصدارة نشاهد هنا محذر ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقل على المركز الثاني اللي بدأ بالدخول من زاهي ناصر بن حمد بن ناصر الحفيظ المري. المركز الثالث نتابع هناك اللي وصل مبلش راشد بن محمد الزقيبة قادما مقدما لنا مبلش في هذا الشوط. المركز الرابع نتابع المركز الرابع والقدوم من الدرع لمحمد بن فرام بن عتيق بن قريع المري. المركز الخامس نتابع هناك من الجانب الأيمن والوصول من عز سالم بن محمد بن سالم بن خزينة المري. يا سلام، مقدما لنا عز في هذا الشوط ومندفعا بشعاره، مندفعا بشعاره هنا في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. نتابع وإياكم هناك الاندفاع وقدوم من الفائز لنايد بن مسلم بالزفنة العامري. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط، منطلقين ومندفعين مع هذه الشعارات وهذا هذه اللقطات الجميلة في هذا الميدان، ميدان التحدي يحمل لنا المفاجآت في هذا المهرجان ويحمل لنا كل جديد، صورة ولقطات جميلة. شكرا يا مخرجنا العزيز على هذه اللقطات الجميلة. نتابع وإياكم مع قناتنا قناة الريان الفضائية والقنوات الناقلة، لها الشكر الجزيل. هنا نتابع وإياكم اندفاعة المقدمة والتغيير اللي انطلق هنا مبلش مبلش على المقدمة، ولكن يعود يعود محذر محذر يعود إلى المقدمة. نتابعه في هذه اللحظات باندفاعة شعار بنت رحيب مقدم لنا محذر في هذا الشوط. رحيب بن حمد بنت رحيب بن نايفة الهاجري على المركز الأول على مقدمة الشوط، منطلقا في هذه الاندفاع باحثا عن نقطة رئيسية، نقطة إنتاج قطر باندفاعة هذا السن، سن الجذاع. المسافة هي 6 كيلومترات، نستمتع وإياكم بما يدور هنا مع سن الجذاع والمقدمة محذر محذر. يا سلام على المركز الأول. المركز الثاني نتابع القدوم، وأول ندى للي وصل هنا البصير، البصير لحمد بن راشد بالصفوة المري، وخطير خطير البصير اللي قادم مع المركز الثاني. بدأ أيضا بالدخول، ما جبنا له طاري إلا في ثاني المراكز مباشرة، نقلة ممتازة مع اقترابنا من انتصاف المسافة. مبلش الزقيبة على المركز الثالث مندفعا بشعار الخبرة وخبرة السنين يا أبو محمد. راشد الزقيبة يا سلام مقدما لنا هذا الشعار واندفاعتي على ثالث المراكز. المركز الرابع نشوف القدوم، واول ندى لنجم عبد الله بن خميس بن سعيد ال محمد على المركز الرابع، لكن نرى الدخول والقدوم من مياس جابر بن سالم بن جابر الجربوعي اللي وصل في هذه اللحظات. المركز الخامس يا سلام يا سلام، وصل في هذه اللحظات، وصل هنا شاهين نواف بن هادي بن حمد البريدي. مرحبا بشاهين، مرحبا بشاهين ومالكه، هنا ينطلق في هذه اللحظات باندفاعته مع المركز الخامس في رصيده. كفه كفه من الانجازات، ايضا رمز وشوط رئيسي هناك ايضا في الصياهه. نشاهده يصل في هذه اللحظات باندفاعته وانطلاقته في هذا الشوط، بدأ يتسلل ويغير من مركز إلى مركز باندفاعته هنا في هذه اللحظات. ركز يا حمد، ركز يا حمد، منطلقا بجوار هذا الشعار، وهذا هو شاهين اللي ما يعرف شاهين المندفع في هذا الشوط ومقدما لنا أداء. المركز الثاني البصير على المركز الثاني حمد بن راشد بالصفوة المري. المركز الثالث الاندفاع
من الغزال راشد بن سالم بن صالح بن الحيمر المري يصل أول ندى في هذه اللحظات محذر بن ترحيب على المركز الرابع. المركز الخامس نشوف اللي وصل القادم هناك نسناس محمد بن خميس بن عويضة المريخي قادم في هذه اللحظات مع نسناس، ولكن نعود إلى شاهين كيلوين على خط النهاية. يا شاهين على المقدمة هنا في هذه اللحظات باندفاعة هذا الشعار البحري هنا وسلالة الطاير. يا سلام من زمول الخرارة اللي على المركز الأول بواقع إنجازات شاهين اللي على المركز الأول. يا سلام يا نواف يا بن هادي يا بن حمد يا بن حسين يا البريدي على المركز الأول على المقدمة في هذه اللحظات. المركز الثاني هناك الغزال راشد بن سالم بن صالح بن الحيمر المري وسلالة الغزال محمد بن خالد العطية. يا سلام هناك المركز الثالث اللي هو البصير على المركز الثالث حمد بن راشد بالصفوة المري سلالة البصير والشاهين المهيري على المركز الثالث. المركز الرابع محذر بن نايفة هناك قادم مع الوصول مع بنت رحيب، بينما شوفوا اللي مر شوفوا اللي عبر شوفوا اللي وصل هنا وقدوم من شعار بن جبران مياس سلالة شاهين الوبره القمرة. يا السلام نعود إلى المقدمة نعود إلى شاهين هنا مع ال 1200 متر الأخيرة. يا السلام الشوط الرئيسي لإنتاج قطر هنا نتابع في هذه اللحظات شاهين بن حسين شاهين نواف بن هادي بن حسين البريدي. يا سلام يا سلام اندفاع ولا أروع انطلاق ولا أروع شاهين وهنا القادم الغزال على المركز الثاني، ولكن شاهين على المركز الأول شاهين على الصدارة على المقدمة مقدما لنا إنجازاته بواقع إنجازاته باندفاعة إنجازات شاهين على المركز الأول على المقدمة. يا سلام هنا شاهين يندفع بسجله الحافل في رصيده رمزه وفي رصيده أيضا نقاط رئيسية تشاهدونه يعيد السيناريو مع شعار ابن حسين البريدي. يا سلام يا الشعار البحري هذا هو الشعار البحري. يا سلام صباح الخير يا حمد مقدما لنا شاهين في هذا الشوط ومقدما لنا أدائه هنا. يا السلام وهذا هو سلالة الطاير زمول الخرارة هذا هو أيضا شاهين. سلام يا شاهين سلام والتحية والاحترام إلى الوالد عبد الهادي بن حمد بن حسين البريدي ومشكور يا الرامس ويا حمد ويا نواف ويا خالد تهانينا والناموس سلام وهذا هو لا غريب ولا جديد على شاهين الإنجازات يضيف هذه النقطة الرئيسية إلى نقاطه العديدة. تهانينا يا الحسين تهانينا على هذا الفوز والانتصار وتهنية للوالد عبد الهادي بن حمد. يا سلام على هذا الناموس. المركز الثاني الغزال راشد بن سالم بن صالح بن علي الحيمر وأيضا سلالة الغزال محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل هنا البصير حمد بن راشد بالصفوة أيضا سلالة البصير والجاهين المهيري. المركز الرابع مياس جابر بن سالم بن جبران وسلالة شاهين الوبرة القمرة. المركز الخامس وصلوا حيشان لعلي بن محمد بن علي بن نوره المري وسلالتي والوال أم الزبار. يا سلام يا شاهين تهانينا للحسين الكرام على فوز شاهين ويضم أيضا هذه النقطة الثمينة في هذا المهرجان إلى نقاطه العديدة. هذا هو شاهين وتوقيته 9:11 99 جزء من الثانية. تهانينا لنواف بن هادي بن حمد البريدي هنا تهانينا على هذا الفوز والانتصار مع هذه النقطة الثمينة نشاهده في هذه اللحظات. المركز الثاني وصل الغزال
هنا بتوقيته الزمن 9:15 و59 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سالم بن صالح بن الحمر المري المركز الثالث المصير، حمد بن راشد محمد الصفوة 9:17 و54 جزء من الثانية.